في مختبرات الابتكار بنآمن إنه الشباب واليافعين من عمر 10 لعمر 24 سنة هم جيل المستقبل من قادة الأردن، ولهيك بنوفر لهم بيئة تعليمية إبداعية وآمنة في أوقات ما بعد المدرسة لتنمية مهاراتهم العملية ومساعدتهم في الوصول لمصادر المعرفة من خلال تكنولوجيا المعلومات للمساهمة في خلق مستقبل أفضل إلهم والعمل على تحسين نوعية الحياة في مجتمعاتهم. لحد هلأ تم تأسيس 5 مختبرات ابتكار في مراكز الأميرة بسمة التابعة للصندوق الأردني الهاشمي والموجودة في عمان، مادبة، إربد، الشون الجنوبية ومعان، بالإضافة لمختبر الابتكار المتنقل يوريكا لتسهيل عملية الوصول لأكبر عدد ممكن من الأعضاء في المملكة. مختبرات الابتكار هي مساحات آمنة بتوفر لنا بيئة تعليمية إبداعية في أوقات ما بعد المدرسة، بتساعدنا في تنمية مهاراتنا وتعزيز قيمنا وبناء شخصياتنا من خلال 4 محطات بتشكل دورة الابتكار وبتهدف لإلهامنا وبناء قدراتنا لتنفيذ مشاريع بتحل مشكلات مجتمعية. أول محطة هي أتعلم I learn، وفيها بنتلقى تدريبات في الابتكار المجتمعي والريادة بتساعدنا نفكر بحلول للمشكلات اللي بتواجه مجتمعاتنا. المحطة الثانية هي أصمم I design، في هذه المحطة بنتدرب على مهارات تقنية مختلفة ومتنوعة بمساعدة مرشدين ومدربين متخصصين في مجالاتهم. بنتعلم صناعة الأفلام، التصميم الموسيقي، صناعة الألعاب الإلكترونية، التصوير، الرسم، تصميم المواقع الإلكترونية، البرمجة، الحرف اليدوية، الرسوم المتحركة، الروبوتكس وغيرها من المهارات. وبناءً على الأفكار اللي طلعت معنا بالمحطة السابقة وفقاً لرغباتنا ومجالات إبداعنا لنحول أفكارنا لمشاريع من خلال المحطة الثالثة، وهي محطة التغيير المجتمعي، محطة أغير I change، اللي بيتم فيها تشبيكنا بفرص إرشادية ومنح مالية من خلال شبكة الشركاء. محطتنا الأخيرة أنافس I compete، واللي تطلق مسابقتها سنوياً لتخلق روح المنافسة بين المبتكرين في كل أنحاء المملكة، وبتستهدف المشاريع اللي بتحل مشاكل حقيقية في المجتمع، المشاريع القابلة للتطبيق والقابلة للاستدامة. هذه المشاريع اللي اشتغلنا عليها من خلال رحلة الابتكار بتم تتويجها من خلال هاي المحطة. المختبرات بتساهم في إيجاد بيئة من الاحترام المتبادل، الثقة والتعاون لبناء جيل من القادة قادر على التفكير والتخيل والابتكار. مختبرات الابتكار تابعة للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية